لليلة الثانية على التوالي تشهد مدينة تشارلوت في ولاية نورث كارولينا الأمريكية اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين على مقتل رجل أسود على يد الشرطة. وبعدما أعلن قائد شرطة المدينة مقتل متظاهر في الاضطرابات الأخيرة، نفت السلطات المحلية عبر موقع تويتر وقوع ضحايا، مشيرة إلى أن المصاب في حالة حرجة. حاكم ولاية نورث كارولينا الذي أعلن من جهته حالة الطوارئ في تشارلوت أكد أنه سيتم نشر قوات من الحرس الوطني ودوريات من شرطة الطرق السريعة لمساعدة قوات الأمن في السيطرة على الوضع بالمدينة. هذا وأصيب 16 شرطيا خلال اليومين الماضيين جراء الاشتباكات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين محتجين على ما يصفونه بعنصرية الشرطة تجاه السود.